اكيد نحن ناخذ كل الاراء ونعطيو قسط للناس كل اللي تبع فينا باش تحكي على ارائها وتقدم مبادئها. ناخذ سي محمد علي معنا على التليفون. سي محمد علي مرحبا بك. اهلا وسهلا. شنو احوالك يا سيدي؟ الحمد لله. اذا سي محمد علي، اذا انت تقبل ترفض انك تتزوج بامراه فاقده لعذريتها؟ شنو المشكل بالنسبه لي؟ يعني ما عندي حتى عادي جد. ما عندكش اشكاليه؟ ما عندكش مشكليه. انت ساعه يقولوا لي فريق الاعداد انك عازب. اي عازب. ويقولوا لي زاده انك انت من المحبذ انك تتزوج بامراه فاقده لعذريتها. انت تحب هكاك علاش؟ لا عادي بالنسبه لي مش نحب، اما عادي تجيني امراه متطلق وفكرتي وفكرها يتلاقوا مع كيف عادي ما يقلقنيش. وشنو المشكل؟ في عامله غلطه هي باش نعاقبوها عادي جدا، كل حد يغلط كان ربي ما يغلط. انت تمشي من المبدا انه مع اللي ما عندوش ماضي ما ينجمش يكون عنده حاضر والا مستقبل؟ اللي عنده ماضي تنجم تقول كي يصلح روحه عادي، معناتها نقبله. تقبل؟ اذا تقبل وما عندك حتى اشكاليه؟ وهل انه عائلتك يتدخلوا في الحاجات هذه بما انك انت اعزب؟ ما تجيش الوالده تقول لك خذ لي وحده بكر كما كان يحكي سي عبد الله، والا يقول لك ما نقبلش انك تتزوج امراه مطلقه؟ هل عندك هيك البريسيون هذيك الضغط هذاك؟ ليه هذاك انا باش متزوج؟ اي لكن فما حتى العائله في تونس خلينا نكون واضحين يتدخلوا في الامور هذه. اي ثم عائلات ويتدخلوا، اما بالنسبه لك باش نرضى بيه ترضى بيه عادي جدا، علاه يتدخلوا فيه؟ انا باش نعرف بيه مش مشكل. مشكور سي عبد الله على سي محمد علي على المداخله، يعطيك الصحه. اذا تختلف الاراء من الناس اللي كلمتنا تقريبا عشرات الاتصالات الهاتفيه اللي كل واحد وعنده راي، ونحترمه اكيد كل الاراء، نحترمه مبادئ كل الاشخاص. فما شكون اللي يرتكز اساسا على كلام الناس على المجتمع، فما شكون يقول لك انا العذريه ماهيش سر سعادتي اذا يكون فما توافق بيني انا والمراه اللي اخترتها شريكة حياتي بغض النظر على عذريتها. فما شكون يقول لك اللي ما قامش بعلاقات زوجية في الماضي، علاقات حميمية في الماضي، ما لازمش يفرض انه يتزوج بامرأة عذراء، لانه اذا هو كانت عنده علاقات حميمية ممنوع عليه انه يرفض انه ياخذ امرأة فاقدة لعذريتها. تقريبا تختلف الاراء، كل واحد ورايه، كل واحد ومبادئه، كل واحد يرتكز على حاجة معينة، سواء كان نظرة المجتمع، الدين، الاخلاقيات، المبادئ، والا حرية التفكير وحرية المبادئ اللي يرتكز عليها كل شخص من اللي كلمه. مشكورين الناس كل اللي تبعتنا في برنامج كلام في الليل. وصلنا لنهاية موعدنا، حكينا على الراجل التونسي هل هو يقبل أو يرفض أنه يتزوج امرأة فاقدة لعذريتها. مشكورين مرة أخرى رفقتكم عزة تويتي في الإخراج، وإم رابح على EFM TV، وعبير الزغدودي في الإعداد. إن شاء الله نتلقاو غدوة كالعادة من 10 ل 11 متاع الليل. ما قاليك نقول لكم تصبح على خير الناس الكل. نخليكم مع موعد الأخبار تقدم الزميلة هيفا تويتشي.